يصبح الحزن هو سيد الموقف وهو عنوان حياته. الشخصية الانبساطية ده بقى مختلف تماما، ده يثق بالناس والناس تثق فيه، ينبسط مع الناس، يبسط كما يقول مغيره، يبسط مع الناس، يضحك معاهم، يتخذ القرارات بسرعة، طيب القلب، مقبول من الآخرين. هو غير منظم صحيح، لا يحافظ على المواعيد، ولكنه حسن المعاملة، كثير المرح، لا يحب الكلام عن العمل ولا يحب سماع الإطراء من الآخرين، يحب يشتغل ويحب يضحك. يعني بدأت الأمور دلوقتي تحلو شوية بعد ما شفنا الشخصيات البائسة الحزينة. الشخصية الإيجابية، الله، جميلة جدا الشخصية الإيجابية، شخص يتميز بمواقفه الإيجابية، شخص ذكي، متحمس، مفاوض، بارع، وعقلاني، قراراته عقلانية، مقنع للآخرين، يصغي الآخرين جيدا، إذا اعترض يعترض بأسلوب مهذب ومقبول، هادئ وبشوش، ويرى نفسه بخير ويرى الآخرين بخير، دائما ينظر إلى الجانب الإيجابي. الشخصية السوفسطائية، كثير الجدل، جدل السوفسطائي، الجدل من أجل الجدل، يتكلم من أجل الكلام، لا يهمه الوصول إلى نتيجة من الحوار، يعاني من الوحدة وبعض المشاكل الاجتماعية، ومعرض لحدوث نوبات من الاكتئاب النفسي. الشخصية المتزنة، شخصية لديها صفات متوازنة يقبلها المجتمع ويتقبلها الآخرون، وهي دي أفضل شخصية اللي احنا بنبحث عنها، الشخصية الملكية بصحيح، هي الشخصية المتزنة، الشخصية المتزنة. نعم، في فيديو معانا مهم جدا، نمر عليه مرة سريعا. أنماط الشخصية، الشخصية الكاريزمية، مهم جدا الشخصية الكاريزمية، والحقيقة فيديو احنا عرضناه قبل ذلك وحاز إعجاب كثير من الناس، فإن شاء الله نعرضه الآن حتى يستفيد الجميع. الرحيم، الشخصية الجذابة، الجاذبية هي سحر يأتي من الداخل ليأخذ الآخر من الخارج، بمعنى أن السحر الداخلي دائما وأبدا يسقط على الخارج، طب والوحاشة الداخلية تسقط أيضا على الخارج. نعم. إذن الجمال دائما هو جمال الروح، وتبان في البسمة، في البشاشة، في الوجه الواثق من نفسه، صحيح، في الوجه اللي بيأثر في الآخرين. الشخصية الجذابة الكاريزمية، وبقت كاريزما تعني الشخصية ذات السحر الداخلي القادر على التأثير في الآخرين، تشوفه من لفتة، من كلمة، من همسة، من بصة، من شكله، من ابتسامته، هو جذبك، شخصية ملفتة. الشخصية الجذابة ذكية ومتواضعة ومعطاءة، تعرف تعطي ما تعرفش تاخد، تقدر تأثر في الآخرين، عارفة هي بتعمل ايه، تنفع قائد، تنفع جدا قائد، بل من الضروري ان يكون القائد شخصية جذابة. ليه؟ لانه بيأثر في الاخرين، يلهم الاخرين، عنده افكار وعنده ثقة وعنده تأثير، يحبه ويدافع عنه مع التيم بتاعه ويدافع عنه، مسؤول، والرجولة فهمها صح، وهو معنى الرجولة عنده العطاء والتضحية والمواقف اللي تتسم بالشهامة. الشخصية الجذابة كمان تخلو من الأمراض النفسية، بمعنى إيه؟ لو كانت الشخصية اللي هتقعد معاها وسواسية، بتشك فيك وتسألك ألف سؤال، هتقوم من جنبه. إذن هو بعد أن يكون شخصية جذابة. نعم. طب لو كان ما عندوش هذا المرض الخبيث وهو الوساوس، هتحب تقعد معاه.
طب الشخصية الاستعراضية شخصية منفرة، صحيح. استعراض العضلات والجاه والسلطة وأنا وأملك ورحت وكلها أكاذيب، وهو عارف إن اللي قدامه فاهم إنه بيكذب لكن نعم. يستمر لأن ده مرض نفسي، التباهي دائما والكذب الدائم مرض نفسي. إذا لو كان الشخصية الجذابة ما عندهاش المرضين دول بصفة خاصة هيجذب الآخر مش هيروح للآخر. في حاجات كمان في التكوين النفسي، ممكن تلاقي إنسان شيك قوي أو امرأة شيك جدا لكن لغة الجسد منفرة. سبحان الله، بصة العين، عوجة الرقبة، الصوت طالع إزاي، نبرة الصوت، الكلام، مخرجات الكلمة، اللفظ بيطلع